من عام 89 هاتوا قط رونالدينيو روبينيو لقلات للبرازيل للسحر إيلانو في انطلاقة في كرة بينية إلى ما يكون المتقدم الكرة الحربية في مكان في انطلاقة برازيلية ولكن الكرة تتخلص رونالدينيو قهود من جديد في الجهة اليسرى عن طريق اللاعب مارسيلو في التمرير في انطلاقة والكرة تعود إلى رونالدينيو يا السلام يا السلام يا السلام محاولة يا رب إيلانو يزيح الضباب من جديد في مكان على طريق اللاعب جروسو لكن الكرة تتخلص البرازيل تحت الضغط البرازيل تحت الضغط إيطاليا بكبريائها تحاول والباكورد في مكان ولكن الكرة أيضا بتتخلص دفاع قتال إنها مباراة نهائية خدعوك يا يعقوب فقالوا مباراة ودية الكرة بتعود رونالدينيو في مكان البرازيل ولكن الكرة أيضا بتتخلص سرعة رغبة إصرار خطفها روبينيو عدى روبينيو يا رباه محاولة تكمل يا الله هدف توب ينحب في اليوتيوب يا روبينيو مدافعة دموتا ولكن مقطوع حتى رونالدينيو يدافع أي انضباط صنعت يا دونجا الله يا رباه مستحيلة هي البرازيل كرة تعود في نص الملعب الآن على طريق اللاعب ميلو يرسل كرة إلى إيلانو يتقدم تسديدة قوية مستحيلة يا إيلانو هنا الانطلاقة هنا التمرير هنا روبينيو يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا مزاج أمام دفاعات أمام تنظيم هنا روبينيو هنا المتعة هنا السحر هنا البرازيل هنا الكعوب يا الله أي لقطات أي لوحات ماذا تفعل سامبا البرازيل المتعة لوسيو يتقدم لوسيو يخترق لوسيو ينسى بأنه مدافع يلعب الكرة إلى مارسيلو في مكان إلى رونالدينيو إلى مرمى على الواقف كل شيء على الواقف البرازيل هو اللي واقف